ويقول ربنا خذ من دعك يا محمد ابن امتك خذه من الجنه. تجربه لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله لا تحرق حلق الجنه الا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو اول من يدخل الجنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى وانك لعلى حلم عظيم، علمه ربنا وادبه ربنا، أدبني ربي في أحسن تأديب. لذلك من أصحاب رسول